وحزب الشيطان وتنطوي تحته سائر الفرق الضالة. وقصة التحزب والتفرق تبدأ بهذا النحو: أول ما تكون فكرة في ذهن صاحبها، ثم تترسخ هذه الفكرة إلى أن تكون في قلبه عقيدة، ثم يعلنها بلسانه، ثم يلتف حوله من يقتنع بها فتكون جماعة، تزداد هذه الجماعة إلى أن تكثر فتكون طائفة، تكثر هذه الطائفة إلى أن تتتابع ويصير لها فروع فتكون فرقة، فيتحزب عليها. هذه قصة البدعة في وجودها في تاريخ المسلمين. نعم.